السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي من كاميرات المراقبة في بداية المطر تو للحين، يعني ما قوة ومع هواء قوي. الساعة 11:03 الصبح 20/10/2018. لاحظوا الحين المكان هذا راح تصير بحيرة. نشوف المقطع الثاني، لاحظ هني زاد المطر شوي شوي. شوف السيارة هذه راح يجي نص التاير كله ماي. شوف المقطع الثالث، الساعة 12:40. شوف السيارة هذه غرقت. هاي شارع عمر بن العاص، ساحة الوسيل، مدينة خليفة الجنوبية. نشوف المقطع اللي بعده، لاحظوا السيارة هذه لو يفتح الباب يدش على الماي. السبب في الفيضان هذا في المنطقة أن مجاري الصرف الصحي خلاص انسدت، وكلها أوساخ أوراق علب ما تنظفت، مع أن ما حد جاء أصلا والخطوط كلها مشغولة. ليش؟ الله يعينهم. كم منطقة يعني أغرقت، فالبلدية ما يقصرون، قسم التصريف الصحي، مجال التصريف الصحي، ولكن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله.